طيب شو هي العيلة يا حيدر؟ شو هالسؤال هاد؟ سؤال منطقي كتير حيدر. مو شرط نقول عن يلي ساكنين معنا بالبيت عيلة، حتى لو بيقربونا هالشي ما بيكفي. العيلة هنن الأشخاص يلي منستمد منهم قوتنا. لما بنت أبوها ميت اجت على هذا البيت بعد ما تزوجت، انت وماما وبابا الصغار والكبار تقبلوها ورحبوا فيها بكل حب، وما خليتوها تحس بالوحدة أبدا، وكل الوقت عم تشجعوها بصفتها زوجة وكنة ومرت أخ ورفيقة. يا حيدر، هذا هو مفهوم العيلة عندي. وانت يا حيدر، أنا ما بعتبرك عيلتي بس لأنك زوجي وبس لأنه أنا مرتك. انت عيلتي لأنه بعد ما أبي مات انت ساعدت أخي ليلاقي شغل، وعالجت أمي الأرملة كمان، وأختي نسرين فوتها على الجامعة حسابك. بسببك انت أهلي وصلوا لحلمهم، ولهيك هنن تقبلوك بعيلتهم واعتبروك واحد منهم. وفيه العيلة بتتألف من الناس يلي بيوقفوا مع بعضهم وبيساعدوا بعض. معناتها صيري مصدر قوتي. مين اللي مانعك؟ بس وقت تعطي للناس فرصة لحتى يحكوا علينا، هيك بتصيري نقطة ضعفي. تتذكر حيدر شو قال هداك الشرطي؟ لو إنه كل مرة كانت شجاعة مثلي ما كان صفي مجرمين ببلدنا كلها. هذا الشرطي قال عن مرتك إنها مصدر إلهام للكل. هالشي ما بيعطيك القوة؟ أنت بتعرف تماماً إني بحبك كتير. مو بس بحبك حيدر، وبحترمك أكتر كمان، لأنك كنت ملتزم بكل مسؤولياتك تجاه عائلتك وتجاهي. بس يلي أنا عملته هاد كان واجبي. معقول ما فيك تشجعني لحتى أقوم بواجباتي ومسؤولياتي؟ لا ما بقدر، لأنه ما فيني شجعك لحتى تعرضي حالك للخطر دعاء. ولازم تشكري الله لأنه طلعتي سالمة دعاء وما صار لك أي شيء. بس نحن ما بنعرف إذا رح تقدري تنجحي كل مرة، وما بنعرف كمان إذا هالأشخاص اللي رح تواجهيهم ما رح يأذوكي. طيب أنت بتعرفي شو صار فيني وشو حسيت طريقي لعندك؟ ووقت شفتك ارتحت كتير، ووقتها ما صدقت عيوني. أول شغلة عملتها وصلت على البيت وشكرت الله لأنه ما صار لك شيء. بس أنت ما شفتي الطريقة اللي كان عم يطلع عليك فيها إقبال.